شو فوق ذلك؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. إيدك لما شرقت بدها تنطق يوم القيامة هون، تحسن تعمل بولتيكا وتكذب على الناس وتحلف يمين وتعمل حالك آدمي، لكن في محكمة الله شلون بدك تعمل بولتيكا على الله؟ شلون الفيلم الإلهي اللي أخذ لك وبنعرض على شاشة التلفزيون في محكمة الله، شو بدك تقول لله؟ وجاءت كل نفس معها سائق، لوين السائق؟ إلى محكمة الله، وشهيد يشهد عليك أو يشهد لك، ومعها ما يلفظ من قول. هذا العتيد الحاضر مثل المخابرات، ما أعرف شوفه لكن هو شايفك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، يعني رافق وعتيد، لا يفارقك إلا في حالة الجماع أو في حالة الاستنجاء. لما بتقضي الحاجة الملك بيبتعد حتى لا يرى العورات. فيا ترى هذه الآيات عن القيامة، النبي قال سورة إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، لأن النصف القرآن يدور حول المحكمة الإلهية، حول مساعد الله بده مساعد في القضاء، حول الحفظة وإن عليكم لحافظين كراما مكرمين عند الله، كلام مقبول ما لا يرفض، وإن عليكم لحافظين، عم يسجل أعمالك، نظراتك، سمعك، خطواتك، عمل إيدك. يا ترى مآمن أنت بكلام الله؟ أنتم مآمنين بالقرآن؟ مآمنين؟ يعني مآمنين أنه العقرب لدغته قد تقتل، وإذا ما قتلت قد تؤذي إيذاء كبيرة؟ بحسب الإيمان بتحط يا ترى عقرب بإيدك وبتمسكه هيك بتشد على إيدك؟ ليش؟ لأنك مؤمن بحقيقة العقرب. تمسك يا ترى حية من دنبة وتعملها مثل مسبحة؟ ليش؟ لأنك مؤمن بأن لدغتها قد تكون قاتلة. أنت مؤمن بالقرآن مثل إيمانك بالحية والعقرب والدبور والدبانة. لما بدك تنام بتكش الدبانات وتعمل الديديتي لحتى الدبانة ما تزعجك. يا ترى تهديد الله اللي عم يهدد يوم القيامة هذا ما لك حاسب له حساب؟ الدبانة بتحسب لها، والزلطة بتحسب لها، والناموسة بتحسب لها، والميكروب بتحسب له، والله وكلام الله وعذاب الله وملائكة الله ما لنا حساب. يا ترى أنت مؤمن بها وأوصافك هذه؟